בדיחות יפות. الولاية نازلة معاك بمايوها أصفر، تطلعها بمايوها أزرق يعني تيجي إزاي؟ الذي نيل الصوت يا عم كان أزرق. إزيك يا إبراهيم؟ ناجي باشا هطلع. إزيك يا باشا؟ وحشني. إيه هتحضني وأنت مبلول؟ من فرحتي، ده أنا مش مصدق عينيا. يلا غير هدومك وتعالى لي، أنا مستنيك في اللوبي. حمامة، فين أيامك يا باشا؟ إنما سيادتك ما قلتليش إحنا هنبدأ إمتى يا باشا؟ نبدأ إيه؟ نبدأ التمرين؟ كل حاجة هتعرفوها في الوقت المناسب. نعرفها؟ هو في حد غيري يا باشا؟ أيوه. الباشا الكبير وعم الشباب كلها، والله أنت منور شرم. حسام المصري. إبراهيم. ايه يا راجل والنبي النطة اللي انت نطيتها في الاولمبياد دي؟ ده انت كان شكلك عبيط قوي. بعد اذنك يا باشا انا ماشي. استنى عزام. يا باشا انا ما اقعدش مع الاشكال دي في مكان واحد، الواد ده لسانه طويل وعليا النعمة هضربه، وانا لحد دلوقتي عامل اعتبار لوجود سيادتك. شوف يا باشا احنا ما بنتشطرش غير على بعض، انت كنت تشطر على الواد الامريكاني اللي خد منك الميدالية. والله يا باشا لو تشوف منظره وهو بيتضحك على الارض تفطس على روحك من الضحك، ده انا كنت هموت. يا ده هتغاب عليك يالا. ايه ده انت هتضربني ولا ايه؟ اخرس يا كلب انت وهو. هتضربوا بعض قدامي؟ اقعد يا ابراهيم. خدامك يا باشا. اقعد يا حسام. اقعد. هقعد فيكوا واحد واحد، احنا في فصل هنا ولا ايه؟ بدايه منيله بنيله زي وشكم. انا الحق عليا اللي فكرت اعتمد على عيال هبل زيكم. اعتمد يا باشا عليا وانت مغمض، انا سداد. الشغلانه اللي انا عايزكم فيها دي عايز رجاله. طالما الشغلانه عايزه رجاله يا باشا هيما هيعمل معانا ايه؟ شوف يا باشا، شوف هو اللي بيجر الشكل ازاي وانا قاعد ساكت. لا أنا راجل قوي يا بتاع الأولمبياد، واسأل شرم كلها على إبراهيم العزقلاني، ده بيجوا بالطلب، ولو عايز تشوف الرجولة أوريها لك. توريني إيه يا قاد يا أهبل؟ أنت ناسي آخر مرة رنك علقة موت. أنت عشان خدتني على إخوانا، بس لو راجل لراجل وش الوش والمصحف لعلم عليه. اخرس يا كلب أنت وهو، محدش يتكلم فيكم. أنا بس اللي أتكلم هنا. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. There he is. Go and get him. قطعنا كلام سيادتك. ايه بقى يا باشا الشغلانه اللي حضرتك عاوزني فيها بالظبط؟ اول حاجه لازم تعرفوها الشغلانه دي ممنوع فيها الاسئله تماما، مفهوم؟ مفهوم يا باشا، بس ايه بقى هي الشغلانه نفسها اللي ممنوع فيها الاسئله؟ هتفضل طول عمرك غبي، يعني الباشا بيقول لك ممنوع الاسئله برضه بتساله؟ مش هتقدم استقالتك من الاوتيل قبل ما نمشي؟ اقدم استقالتي؟ ما هي اتقدمت واتقبلت يا باشا، اظن بعد اللي حصل ده مش هتمسكوا بيا قوي. وانا في رايي يعني عشان نبدا الشغل على طول احنا ناخدها اسح كده لغايه بره حالا، والا هنلاقي امن الاوتيل كله فوق دماغنا. ماشي يا باشا؟ يلا يا ابو الكباتن وريني جمال نطتك. احنا في الباركينج يا باشا. بعد اذنك يا باشا. يا استاذ يا استاذ، هم راحوا فين؟ نعم، هم راحوا فين اللي كانوا بيتخانقوا هنا؟ في ثلاثة نايمين هنا ما حدش يصحيهم. لا انا بتكلم على الاثنين التانيين، ابراهيم والواد اللي كان معاه. حسام. ايوه حسام وابراهيم. مالهم؟ راحوا فين؟ في الزمالك، عاملين شغل زي الفل. السلام عليكم. انت مش خريج اداب قسم عبري يا ابراهيم؟ ايوه يا باشا. طالع الاول على الدفعه؟ بامتياز. طيب ما تعينتش مواد ليه؟
عارف شومة واحدة زميلته في الكافيتيريا يا باشا. انت مالك انت؟ انت ايه اللي دخلك؟ الباشا بيسألني انا. هيكون ليه يا باشا؟ الوسايط عينوا الخامس والسادس والسابع ولاد الأساتذة. ولاد الأساتذة. ولاد الأساتذة. انت كنت عايز تتعين معيد ابراهيم؟ عاوز الحق يا باشا، قلت احسن ان جت منهم. وايه حكايه الطالبه اللي ظبطوها معاك في الكافيتيريا دي؟ دي عالم من نفسنا يا باشا، جواها سواد وغل بعيد عنك. دي بقى ضريبه النجاح اللي بيقولوا عليها. ضريبه نجاح يا فاشل، قد نزل في الجورنال وعليها صوره قد كده يا باشا، مكتوب تحتيها فضيحه ابراهيم العزقلاني. يا باشا انا معرفهاش، البنت كانت قاعده في الكافيتيريا وداخل ومفيش غير انا وهي، اسيبها تفيص؟ قعدت ادلك لها رقبتها وعمل لها تنفس صناعي، فجأة روح داخلين عليا واخديني على امن الكلية، لعبة ومعمولة عليا يا باشا. غاوي انت تنفس صناعي يا ابراهيم. هو مش موضوع غاوي، بس حضرتك حط نفسك مكاني، لو لقيت واحدة بتموت قدامك وفي ايدك تنقذها، هتسيبها تموت يا باشا؟ أكيد هتعمل لها تنفس صناعي. والنظام ده لو فطس هتعمل له تنفس صناعي برضه؟ لا دي تغور في 60 داهية. ده انا لو عملت لها تنفس صناعي نفس انا اللي اتقطع. اوكي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جو لاست 1 اوكي اوكي. أنا شايف تحسن، بس إحنا ماشيين ببطء شوية، كان ممكن نعمل شغل أحسن من كده. بص، أنت أهم حاجة تاكل بغباء وتشيل حديدة تقيلة، وتفرج على نفسك بقى. قول لي، أنت بتاكل لحمة قد إيه؟ كيلو في اليوم. كم؟ كيلو. كيلو؟ وده بقى مستورد ولا بلدي؟ أنا عارف، هو اللي بيتحط قدام البذيخ. لا، طالما كده بقى ألف هنا والشفا، ومطرح ما يسر يمر أبو كبات، يلا كمل يا ونش. بص بقى انا هسيبك شويه 5 دقايق كده وارجع لك على طول. اوكي يا كوتش. ماشي. يا باشا سعادتك تؤمر. سعادتك بس ابعتولي في الجيم هنا لمده 2 أسبوع وانا هرجعهولك بطل العالم في كمال الاجسام. مش هتعرفه سعادتك خالص. الله يخليك. على فكره يا باشا انا ما بقبلش عندي اي حد في الجيم، كل اللي عندي ولاد ناس كبار، ناس باشوات زي حضرتك يعني. الله يخليك يا باشا، مع السلامة. يا تهم في ايه؟ كنت عايز سلفة رؤوفية. سلفة؟ يا ابني انت لسه واخد الراتب بتاعك مالكش 3-4 أيام، لحقت صرفته؟ ايوه دول 800 جنيه، 800 جنيه هيعملوا ايه؟ أنا باكل لحمة بس في الشهر ب 1000 جنيه. وتاكل لحمة ليه؟ ما الناس كلها مقاطعة اللحمة. ايه؟ ما بتقراش جرايد؟ ما بتشوفش تلفزيون؟ مع احترامي لحضرتك، الدنيا كلها تقطع اللحمه الا انا، انا لو عملت كده هبوظ اللي بقالي سنين بعمله وجسمي هيروح. وانت تاكل لحمه غاليه و90 جنيه ليه؟ ما في لحمه صومالي ولحمه اثيوبي وفي لحمه كمان مجمده ورخيصه جدا وكويسه. ان شاء الله تكون لحمه حمير، هو انا اعترضت اروق بيه؟ اسمع يا تهامي، انت تكيف حالك على الراتب اللي بتاخده وتمشي امورك على كده. بعدين انا هحل لك مشكله اللحمه ازاي؟ إذا كانت الدولة نفسها مش عارفة تحل مشكلة اللحمة، أحلها لك أنا؟ تهامي، ارجع لشغلك أنا مش فاضي. انت بتعيطي ليه دلوقتي بس يا نوسه؟ ما انت كمان بتعيط اهو. لا هو في راجل بيعيط؟ بعدين انا عايزك تجمدي، برودة اسود قد الدنيا وبتعيط ازاي؟ انا مش قادره اتصور ان انا عايش من غيرك يا حبيبي. اهو نسيبنا بقى يا نوسه، هنعمل ايه؟ ابوك وامك عندهم حق، اذا انا مش قادره اكفي نفسي هكفيك انت ازاي؟ وهفتح بيت منين؟ بص يا حبيبي
انا مستعده استحمل اي حاجه، هسيب الدنيا كلها علشانك، بس ما تسيبنيش يا تهامي. حتى دي كمان يا نوسة ما نقدرش نعملها، ابوك وامك ما عملوش حاجه وحشه معايا، انا اللي قصرت صحيح غصب عني، انما هما ذنبهم ايه؟ اهلك عايزين يطمنوا عليك يا نوسة وده حقه. يا تهامي انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت عايز تسيبني بعد كل ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ حتى الدبله يا نوسه كنت انت اللي جايباها على حسابك. انا ما استاهلكيش. انا انسان فاشل. ناجي باشا، ناجي باشا، عايزك يا تهان. والمصحف ما مصدق عليا يا باشا، مش مصدق عليا. بلاش غلبة وتعالى ورايا. حاضر يا باشا. وحياتك هات لنا 2 كيلو كمان عشان الزهر دول مش هتكفوك. ربنا يخليك لينا يا باشا. انت قلت لي بتاخد مرتب 800 جنيه؟ ايوه يا باشا. يعني انت بتقبض مرتبك اول الشهر ويا دوب تنزل تفطر وخلصت. ايوه يا باشا. طب يا دي انت مش انا مدي لك نمره تليفوني وقلت لك لو تعوز حاجه بكلمني؟ بصراحه اتكسفت يا باشا. انت بتشيل كام كيلو دلوقتي يا طهام؟ 185 كيلو يا باشا. بس؟ انا اعرف ان انت كنت بتعدي 200 كيلو. زي ما انت شايف يا باشا. صحتي ما بقتش زي زمان وكل مدى في النازل. انا تعبان يا باشا. امروها انت. قول يا تهامي. تهامي انا عايزك تسيب الشغلانه بتاعت الجيم اللي مش جايبه تمنها دي. بتاعت الشغل معايا. انا خدامك يا باشا. تاخد نيفه؟ انا بس مش عايز اكلفك يا باشا. يعني هي جت على النيفه؟ 2 كيلو نيفه تاني وحياتك. قول يا تهامي قول. انا عايزك بقى بعد ما تاكل تحكي لي على كل مشاكل. ولما انت بتنيل وبتحبها قوي بترمي لها الدبله في وشها ليه وتسيبها؟ انت حمار يالا؟ ما كانش قدامي حل تاني غير كده. ما كنتش عايز اربط مستقبلها بواحد فاشل ملوش مستقبل زي حالاتي. ده انت كيف؟ هي ابوها بيشتغل ايه؟ السيرك. بيشتغل ايه في السيرك؟ مروض اسود. ايه؟ مروض اسود. مروض اسود، يصعب مره منك يروح لاسعى كرباك يكومك. وهي بتشتغل ايه؟ مروضة اسود. يا نهار اسود، ده انت هتتلسع من كل حته. اسمها ايه؟ نوسه يا باشا. نوسه. البنت دي خطيبتك وهتجوزها في اقل من شهر. بجد؟ يا ريت يا باشا. بس لازم نصلح الاول الهباب اللي انت حبيبته ده. نصلحه؟ بس ازاي يا باشا؟ ناجي عطا الله عميد سابق في الجيش وملحق في الخارجيه سابقا برضه. اهلا يا فندم. اهلا بيك. اتفضل سعادتك. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. ايه يا مالك واقف زلابه كده ليه؟ اقعد اقعد يا تهامي، اقعد ما تتكسفش. اقعد. شوف ابو نوسه، الواد ده بيحب نوسه ونوسة بتحبه، واحنا جايين عشان نحط النقط فوق الحروف. بس يا ناجي بيه الحب مش كفايه. ما انا عارف، ما اصل مش معقول كمان الواد ده يتقدم كده فرداني لبنات الناس من غير ما يرجع لي. ما انا زي ابوه، انا اللي مربيه. ما هو اصل يا ناجي باشا اخرس خالص. اخرس. ايوه يا ابو نوسة. مش
شوف يا ناجي بيه، توام لما دخل من الباب وطلب البنت قلنا له أهلا وسهلا وقال إنه هيعمل وهيسوي، ولا عمل ولا سوى، وفي الآخر كمان عايز يقعد البنت من شغلها، يعني اللي عايز يرحم ولا يسيب رحمة ربنا تنزل. بتكلمني أنا يا بنوسة، سيبك منه ده وضع بيض أهبل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. شقته موجودة في عمارات العبور، أنا عملت له تنازل عنها، يعني دلوقتي الشقة باسمه. ربنا ما يحرمني منك. يخلص خالص. ودي الشبكة بنوسة. المهر بقى ادونا فرصة شهر، يعني شهر مش أكتر، وهندفع لكم اللي أنتوا عايزينه. عدنا العيب. مش مسألة فلوس والله يا ناجي بيه. ما أنا عارف، بس الحاجات دي أصلها لازم تتحط لها حدود عشان كل واحد يبقى مرتاح. ها؟ وأنا ما أقدرش أرد لك كلمة. كفاية دخلتك علينا وتشريفك لينا. نقرأ الفاتحة؟ نقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وحضرتك مش ده أسد برضه؟ يا سلطان تعال يا سلطان. تعال يا سلطان. تعال يا سلطان ازاي؟ الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف. الباب منين؟ اهو. ده عمره ما هيفلح. انا قلت لك مش دي خامس شغلانه نجيبها له وبرضه ما بيعمرش فيها. معلش يا سيد، مصيره يتعلم. هيتعلم امتى؟ ده انا وانا في سنه كنت بدرس وبشتغل مندوب مبيعات، رجليا دابت من لف على المحلات، وده عايز يقعد باشا والفلوس تجيله لحد عنده. والنبي ما تنكد عليه، هو جاي نفسه مكسوره ومتضايق وزهقان خلقه. قول له كلمتين يريحوه ويشجعوه، ده انت اللي مربيه، ده ابنك. لو كان ابني كنت كسرت رقبته وطلعته راجل صح. اسمع يا مسايل، انا مش جاي اطلب منك حاجه، انا جاي اسلم على ماما وماشي. تمشي تروح فين؟ انت ليك بيت تاني غير هنا؟ ولا ناوي تسيع في الشوارع عشان ندور نلف عليك في الاقسام؟ ما تشيلش همي، انا لقيت شغل تاني، ولعلمك انا ماشي بمزاجي، محدش طردني. لقيت شغل تاني على طول كده؟ انت بتشتغلني من كتر الشغل ما بقطع بعضه في البلد. يوه. معلش يا ابراهيم، عم خايف عليك يا حبيبي، ما تزعلش منه. انا مش زعلان منه يا ماما، ما انا عارف ان الراجل ده هو اللي رباني وصرف عليا لحد ما خلصت جامعه، وجمايله دي يا ستي فوق راسي، وانا قريب قوي هرد له كل اللي عمله معايا. حد يقول كده يا ابراهيم؟ مش ده عمك اللي مربيك، يعني في مقام ابوك. لا يا ماما، انا مفيش حد في مقام ابويا، انا طول عمري عايش في البيت ده وحاسس ان انا ضيف. انا مش عايزك تقلقي عليا، انا خلاص كبرت وعارف انا بعمل ايه. طب يا حبيبي روح رضي بكلمتين، يا واد ده حرق نفسه عشانك، واحد غيره يقول وانا مالي. يلا حبيبي ربنا يكرمك. حاضر. صلى على النبي يا مسايا. عليه افضل الصلاه والسلام. والنعمه الشريفه ما تقلق عليا، انا كويس قوي وعارف انا بعمل ايه. انا ما صدقت يا ابراهيم انهم قالوا لي انك ماشي كويس في الشغل. هم تتخانق وتسيب الشغل يا ابراهيم؟ هو انا هسيب الشغل ده الا لو قدامي شغل تاني احسن منه مليون مره؟ انا مش عاوزك تقلق، انا مرتب اموري كويس. والشغل التاني ده بقى فين ان شاء الله؟ مع ناجي بيه عطا الله، راجل 10 على 10، كان القائد بتاعي، بس هو دلوقتي طلع على المعاش وشغال في البيزنس، والراجل عاوزني معاه، ده جالي لحد شرم بنفسه. وايه بقى البيزنس اللي بيشتغل فيه ناجي بيه عطا الله ده؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده استيراد وتصدير. واتفقتوا على المرتب؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده مرتب كويس وفي عموله كمان. وهتبتدوا امتى الشغل ده يا ابراهيم؟ هو احنا لسه ما اتكلمناش، بس متهيألي كده قريب. يعني ايه لسه ما اتكلمناش ومتهيألي يا ابراهيم؟ حد يسيب شغلانه مضمونه في ايده ويجري ورا حاجه في علم الغيب؟ واحنا لسه ما اتكلمناش. الله. خلاص بقى يا عم سيد، ده ناجي بيه عطا الله ده راجل مضمون اكتر من الجنيه الذهب، ما تقلقش انت. حد سأل عليا؟ ايوه يا فندم، جمال بيسأل على حضرتك ومستني حضرتك في الكوفي شوب. شكرا.
بذمتك مش حاجه تضحك يا جمال باشا. يعني انت تطلعوك من الشغل ويحققوا معاك عشان ما رضيتش تسلم على الاسرائيليين وتحط ايدك في ايديهم، وانا تطلعوني من الشغل عشان قربت من الاسرائيليين وصاحبتهم. طب هم عايزين ايه؟ بس انا بيني وبينك مش زعلان ان انا خرجت من الخدمه، بالعكس انا حاسس ان انا عملت اللي انا مقتنع بيه وبنام نوم عميق جدا، بحس كده ان انا محترم نفسي. طب وناوي تعمل ايه؟ هتشتغل فين؟ في قناه فضائيه خاصه كلموني عشان اقدم لهم برنامج تلفزيوني، وانا بفكر. بتفكر ليه؟ انا اسمع انهم بيدفعوا كويس. ايوه انا عارف، بس عشان مختلفين على السقف. بس سقف؟ هو الاستوديو من غير سقف؟ طب وهتعملوا ايه لو المطره نزلت؟ مطره ايه بس ناجي ايه؟ احنا مختلفين على سقف الحريه. سقف الحريه. السلام عليكم. اهلا سراج باشا الكاتب الكبير. ازيك يا ناجي باشا؟ ازيك؟ ازيك يا استاذ كمال؟ والله ليك وحشه يا ناجي باشا. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انا جاي اقابل جمال بيه. يبقى انت بقى اللي هتعدل له البرنامج بتاعه. والصحفيين دلوقتي سابوا الجرايد وجريوا على التلفزيون، فلوسه حلوه. والله انا ما سبت الجرايد يا سيدي، الجرايد هي اللي سابتني. ايه ده؟ انت سبت الجورنال؟ نقابه الصحفيين اكتشفت فجاه اني بروح اسرائيل بقالي 20 سنه، مع اني بنشر كل التحقيقات اللي بعملها في الجورنال باسمي وصورتي ومن تل ابيب. واحد طلع في قناه فضائيه قعد يشتمني ويهاجمني، راحوا محولني للتحقيق وبقت قضية. يعني احنا التلاتة مرفوضين وكل واحد لسبب غير التاني. الباشا عشان وطني وبيشتمه، وأنا عشان قربت منهم وصاحبتهم، وأنت عشان قعدت معاهم وكتبت عنهم. الله، الزار إسرائيل دي باين عليها نحس ولا إيه؟ والله صحيح. ما قلتليش يا ناجي بيه، حضرتك لما كلمتني في التليفون قلت لي انك عايزني في حاجه مهمه قوي. خير؟ اؤمر. لا بس كنت عايز اسالك، انت تعرف المستشار الطبي بتاعنا في المانيا؟ لا معرفوش، بس اعرف المستشار الاعلامي ده دفعتي وصاحبي جدا. طب كويس قوي، يبقى هو ممكن يكلمهن. بخصوص ايه؟ وادي احنا يا عم كلمنا لك المستشار الطبي، وهو حجز لك عند الدكتور الالماني، وان شاء الله بعد شهر العمليه هتكون معموله. ناجي باشا، سيادتك بتتكلم بجد؟ وانا من امتى كنت بهزر يا انت؟ ربنا يخليك ليا، انا مش عارف اقول لك ايه. انت مالك كده؟ ده حاجات بيني وبين ابوك. لكن مصاريف العمليه كتير قوي يا ناجي بيه، مين اللي هيدفعها؟ احنا دفعنا عربون 10% عشان جديه الحجز، وان شاء الله لما الشهر يعدي ويجي ميعاد العمليه يحلها الف حلال. لا 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 يا ناجي بيه، ده كتير قوي، وهنرد لك منين ده كله؟ ومين قال لك ان انا هدفع حاجه من جيبي؟ الله، امال مين اللي هيدفع؟ ابنك هو اللي هيدفع، ربنا يخليهولك، ابنك وهو اولى. انا اللي هدفع باشا؟ انا على الحديده. انت مش بتشتغل معايا واد انت؟ ولا احنا ما اتفقناش على كده؟ باشا اتفقنا، بس شغلانه ايه اللي هجيب نص مليون جنيه في شهر؟ في شغلانات كتير بيجيب اكتر من كده، المهم الواحد يركز في الشغل. ولا ايه يا ابو الكباتن؟ ما تفهم بقى يا حسام يا ابني، ناجي بيه متعاطف معانا وعايز يساعدنا، لكن عشان راجل محترم مش عايز يحسسنا بكده. لا يا ابو الكباتن، حسام له شغل معايا. حسام هو الجدع وراجل ويعتمد عليه. طب هو ما قالكش عاوزني في ايه؟ لا هو ما قالش اي حاجه خالص يا باشمهندس، بس الظاهر عليه رتبه كبيره قوي، ده ماشي وراه خلاصه. يا نهار اسود، لا يكون اخويا كريم مسكوب بمظاهره وبعتين لحد من امن الدوله. لا لا دول مش امن دوله. وانت ايش عرفك؟ ايش عرفك؟ اصل هم ما بيروحوش لحد، امن الدوله لما بتعوز حد بيبعته بيجيبوه لحد عندهم. معقول، معقول برضه. ربنا يستر، انا من الصبح وانا عيني الشمال بترف. المهندس زاهر عبد الحميد الفر. ايوه.
وصل يا باشا. ازيك يا زاهر؟ مش ممكن ناجي باشا، والله العظيم ليك وحشة. الشركة نورت، الشركة كلها نورت. رد على الباشا كويس، الباشا بيقولك ازايك تقول له الله يسلم سعادتك. الباشا ما بيحبش اللوكلو، الجواب على قد السؤال. ماشي 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 ماشي. الواد ده هيتعبنا. اتعامل يا باشا. تتعامل ايه؟ انت بتتلكك. ازيك يا زاهر؟ الحمد لله يا سعاده الباشا، الحمد لله. انا والله قضيت الخدمه العسكريه وخدت شهاده الاعفاء. خلاص يا فندم خدتها زي ما سعادتك عارف. وبعدين يا فندم انا اتبعت لي ثلاث مرات استدعاء، ثلاث مرات رحت، الثلاث مرات ما تخلفتش ولا مره. حتى في مره انا رحت لوحدي، بقى المره الرابعه قلت يمكن يكونوا محتاجيني يعني ولا حاجه. وبعدين ادي شهاده الضرايب حضرتك والشهاده معايا اهيت وبطاقه الرقم القومي كل حاجه. بياناته كلها مظبوطه يا باشا. اه ده زاهر. انت بتاخد كام يا زاهر؟ 2000 جنيه يا باشا، وادي حضرتك معايا مفردات المرتب بيهم. وال 2000 جنيه دول بتاخدهم صافي؟ لا طبعا يا باشا، يعني حق الدوله انا حكله عليها. انا بدفع 40% ضريبه. لا هما مش عاملين الضرايب 20% على ما اعرف يعني. اهو ده تضارب في الاقوال يا باشا. هتبدا ملاوعه؟ هتبدا ملاوعه؟ لا هيتعبني يا باشا. انا بدفع 40% عشان ابقى في السيف سايد، وبعدين يعني هو اللي عند الحكومه هيروح، دي حصانه. يعني انت بتحوش عند الحكومه؟ كويس قوي. ايوه باشا، انا كمان بدفع تامينات وبدفع معونه شتاء، وهدفع كمان الضريبه العقاريه اللي هيعملوها على الشقه دي. ابويا كان جايب لنا شقه في الستينات ب6 جنيه ونص، هم قدروها ب 3 مليون. كويس كويس قوي. يعني انت مرتبك بيصرف على كام دلوقتي؟ 460 جنيه يا باشا. 460 جنيه لمهندس عبقري بتاع كمبيوتر زيك ده؟ انت ما شاء الله بتخش على النت بتجيب رقم الكريدت كارد بتاع اي راجل غني تشتري اللي انت عايزه وتنك خارج، ولا من شاف ولا من دري، مش كده يا زاهر؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك والنبي يا باشا. انا بطلت الحكايه دي خالص من زمان لما سمعت انها حرام. طب اسمع يا زاهر، انا عاوزك. انا تحت امرك يا باشا. انا عاوزك في الشغل، انا جاي لك عشان تشتغل معانا يا باشا. انا ده شرف ليا، بس الحقيقه انا هنا لسه بعقد وما اتثبتش، فحضرتك بس لو تصبر عليا شويه. ده بقى اللوك لوك اللي انا ما احبوش. هو حضرتك هتفتح شركه كمبيوتر يا فندم؟ انا هفتح، بس مش شركه كمبيوتر. امال شركه ايه؟ مالكش دعوه، انت ما تسالش. يا ولاد، مش انتوا بتشتغلوا معايا؟ ايوه يا باشا. عمركم سالتوا على الشغل؟ ولا نقدر نسال سيادتك، دي اسرار عسكريه. يا باشا لو حضرتك قلت لي ارمي نفسك في البحر يا ابراهيم هرمي نفسي على طول. يا اخويا ما انت ما هتصدق، ما انت غاوي سمك بياض وقراميط. باشا ارد عليه؟ اخرس خالص. حاضر. يلا. تعالى معانا يا زاهر. احنا الظاهر مش هنعرف نتكلم هنا. هنروح ناكل لقمه في حته نعرف نتكلم فيها براحتنا. ها؟ ربنا يعز مقدارك يا باشا، يجعله عامر. انت واقف بتنح كده ليه؟ يلا هاتوا. يا سيدي علي النعمه يا باشا، انا نفسي اتفتحت للشغل معاك. طول عمري بعوم جنب الجمبري ومش طايله بايدي. طول عمرك معفن ودني. انا لو الباشا هيشغلني معاك فول وطعميه برضه هشتغل. يا حبيبي حنين قوي. يا متر فندم، عندكم لحمه ولا انتم مقطعينها؟ موجود يا فندم. طب اعمل الفندي ده 2 كيلو لحمه مشويين. ها اصل هو ما بيحبش الازازه، بيحب الهوبر. حاضر فندم. يا زياد ما بتاكلش ليه؟ لا يا فندم انا مش همد ايدي على الاكل قبل حضرتك يعني. لا انا مش هاكل، انا جايبكم عشان اتكلم معاكم وانتوا بتاكلوا، بس عايزكم تفتحوا مخكم معايا وتركزوا كويس في الكلام اللي انا هقوله. لا طالما الموضوع محتاج تركيز بعد اذنك بقى يا باشا. يا متر والنبي واحد استاكوزا جامبو الله يخليه. ايوه الكبيره دي. ماشي ربنا ما يحرمنا منك يا باشا. دلوقتي الموضوع اللي انا عايزك اللي ايه يا دت اتجننت؟ بقول لك ركز معايا. ما انا مركز يا باشا، ده جروب كان عندي في شرم من فتره يعني. دول اسرائيليين. ايه يا باشا انت هتفضحنا ولا ايه؟ متخلي الطبق مسطور. ده سواح جلد قوي، ده انا مره خدتهم وغطست بيهم تحت الميه وقعدت افرجهم على الشعب المرجانيه مرجانه مرجانه لما اتقطع نفسي. في الاخر قعدوا يلموا من بعض وادوني $5
عالم جلده. جلده ايه وزفت ايه؟ انت بني ادم، انت ما عندكش دم. واخد الاسرائيليين تفسحهم تحت الميه يا خاين يا عديم الوطنيه يا عميل. الله الله الله. او اللي زي ده يا باشا لازم يتشنق في ميدان عام. اكل العيش، اعمل ايه يعني؟ الله. وليه ما تعتبرش اللي انا عملته ده عمل وطني اللي مشرف مصر انت؟ لما طلع من جيبهم 5 دولار ابقى انا الكسبان. ولا انت ايه رايك يا باشا؟ انت ايه رايك يا زاهر؟ لا والله انا ناجي بيه بحب. معلش ممكن ارد على التليفون؟ ايوه كريم. ايه مالك؟ مالك اسم ايه؟ ليه؟ طب اهدى اهدى اهدى. انا هاجي. معلش انا جيب ايه؟ اخويا اتمسك في الاسم ولازم اروح له. انا جاي معاك. طبعا انتوا قاعدين، احنا مستنيينك يا باشا. الاسم ورانا مش بعيد. اي خدمه يا باشا، انت بس سيادتك تدينا رنه هتلاقيني قدام سعادتك على طول. انا جاي معاك يا باشا. خليك انت عصام، انا هروح معاه وهنيجي على طول، ما حدش يتنقل من هنا. حنين قوي. ادفع. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. اهلا ناجي باشا، اتفضل. خير؟ هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ عاملين مظاهرات قدام الجامعه بيطالبوا بصوت اسرائيل وحرقوا العلم الاسرائيلي. انا بسال حضرتك، مسكتوهم ليه وقبضتوا عليهم ليه؟ ما انا قلت لسيادتك. الله، ما المساله دي بتحصل كل يوم، مساله بقت عاديه جدا. بشعبان عبد الرحيم بقى له 10 سنين بيقول الكلام ده، محدش قرب له. ودول شباب متحمس، دول اطفال. لا احنا مش اطفال وعارفين كويس احنا بنعمل ايه. اخرس يالا. بس يا عم كريم. واخوك ده يا زاهر؟ بس يا كريم احنا ناقصينك. انا قصدي اقول يا فندم ان دول شباب متحمس، واللي حصل ده ان دل على شيء فانما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للمتظاهرين بطريقه حانيه وديعه زي الامه بالظبط ما بتاخد ولادها تحت جناحها. الله. بقول لك ايه؟ انا كلمتي على رقبتي. الكلمه اللي انا اقولها بنفذها احسن من اي نادي موجود. هو بقى لو ما وافقش انا ليا تصرف تاني. ايه؟ هضطر اجيب ميسي. ميسي؟ ميسي استاذ رئيس قسم؟ استاذ؟ شكرا. ايه بقى؟ حد تعمل ايه بقى؟ على مشوى. مساء الخير يا عبد اللطيف بيه. شفت الدنيا صغيره ازاي؟ مين ده؟ ده كابتن حسام المصري. بتاع ايه؟ بتاع الوصب الطويل. اللي انت عملت العملية لابوه يا رجل البر والتقوى. بعت لي شوية صيعة عشان يستفردوا بيا ويضربوني. طب انا بقى هعلمك ايه هو الوثب الطويل. يا نهار اسود يا نهار اسود العودة. يلا يلا يا اخويا يلا يلا. اسمعني انا بقى اللي خرجوني. انا لا يمكن اخرج واسيب زمايلي جوه، احنا دخلنا مع بعض ولازم نخرج مع بعض. ايه يا ابني؟ انا بقى لي ساعة جوه القسم بقول مرافعة عشان اطلعها. الله ما تهمل. معلش انا جيبي حقك عليا. انا كريم اخويا اصله متحمس قوي وبيكره اسرائيل كره العمى. انت عندك كام سنه يا كريم؟ 21 سنه. ولحقت تكرهها امتى؟ انت لا حضرت نكسه ولا حرب ولا سلام، انت جيت بعد كده. انا مولود كده يا ناجي بيه. بعد اذنك خد يا كريم. يا كريم استنى يا ابني. انت موقفك ايه؟ لا انا عمري لا مشيت في مظاهره ولا شلت يفط وزعقت. طب يلا احسن العيال زمان مش هيطبوا على الاكل، نلحق لنا اي حاجه. يلا اتفضل يا دليل. يا باشا فجأة ترابيزتين نزلوا في بعض ضرب وصريخ وطاخ وتيخ، والأجانب بقى يجروا ويصوتوا
كان في ثلاث شباب مؤدبين كده، منهم واحد طويل وبعضل كده، تعرفش راحوا فين؟ هم تبعك؟ لا 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 ولا اعرفهم، انا بس بسال يعني. جه البوليس خدهم وداهم الاسم. اسم ايه؟ اسم الهرم. ناجي عطا الله، عميد سابق بالجيش وملحق سابق بالخارجيه. في ايه تاني يا ناجي بيه؟ اتفضل. هما الاولاد دول عملوا ايه بالظبط؟ دول عيال صيع وهيترموا في الحجز عشان يتعرضوا على النيابه الصبح. دول شباب متحمس، دول اطفال دول. اللي بيحصل ده ان دل على شيء انما يدل على مناخ الحريه والديمقراطيه اللي بتعيشها الامه في ازهى عصورها، وعلى احتواء الشرطه للجيل الجديد بصوره حانيه وديعه زي الام بالظبط ما بتحط اولادها تحت جناحاتها.